ناصر بوريطة يصل السنغال، وتم الإعلان عن الخبر الذي أصاب الجزائر بسكتة قلبية. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك، ان شاء الله تكونوا بخير جماعه وبصحه وسلامه. بهذا فيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعه. بهذا فيديو رح نشوف البلاغ العاجل الذي اتى الان من الديوان الملكي وناصر بوريطة الذي حل بالسنغال ولقائه برئيس الاتحاد الافريقي. واتت اخبار هامه جدا ان دوله وازنه تستعد للاعتراف بمغربيه الصحراء لتكون الضربه القاضيه. وايضا رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي يصفع البوليسارو، والتفاصيل مثيره. وايضا سوف نتكلم عن الرساله العاجله التي اتت من الباريس للمغرب ويتكلم بها عن الحزب الشعبي، فما هي القصه؟ قبل ما تتل الفيديو لا تشتركوا بقناه، فعلوا زر الجرس سنضل دائما توصل، تحطوا لايك يا جماعه، خلي الفيديو ينتشر، خلينا نبشر. دعونا نبتدأ بهذه الصورة ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يحدث بالجزائر؟ أتى يوم وأصبح زيت المائدة مثله مثل الممنوعات والمخدرات. هل تعيش الجزائر المجاعة؟ قالت وسائل إعلام جزائرية أن عناصر الدرك بالنجمة بوهران قد تمكنت من حجز كميات معتبرة من زيت المائدة كانت موجهة للمضاربة، كما تم توقيف 4 أشخاص متورطين في العملية في إطار محاربة المضاربة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك. وأضافت ذات المصادر أن تفتيش أحد المستودعات السرية قد أسفر عن العثور على 202 دلو من الزيت من سعة 5 لتر كانت مختبئة تحت غطاء بلاستيكي. وفي هذا السياق سخر الناشط السياسي الجزائري وليد الكبير من المشهد، معتبرا أنه يبقى استثنائيا ولا يوجد إلا بالجزائر، كما اعتبر أن بس مثل هذه الفيديوهات لحجز دلاء من الزيت يعطي صورة أن الجزائر تعيش مجاعة. وأضاف وليد الكبير في تغريدة نشرها على تويتر قائلا: بهدلت البلاد بمثل هذه الفيديوهات، يعني لازم تصوروا استروا فضايحكم على الأقل. وتابع قائلا: المضاربة لربح نصف دولار في عبوة 5 لتر زيت، العدد 202 دلو، يعني 100 دولار تقريبا. وختم الإعلام الجزائري بالقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أين تسير الجزائر؟ هذا الذي نراه سابقة من نوعها، السلطات تتحرك والفيديوهات تصور اللقطات والمشاهد وهم يحجزون دلو الزيت. على ما يبدو أصبح زيت المائدة مثله مثل الكوكايين، وذات العقوبة يتم الفرض عليها. مع العلم قبل أيام فقط أكدت الجزائر أنها سوف تتبرع بمليار دولار لتنمية القارة الأفريقية، ولهذا الأمر لا زالت لحدود هذه الساعة تأتي ردود فعل على قصة المليار دولار. الشيخ علي بن حاج يقلب الطاولة على النظام الجزائري بعد حرمانه للجزائريين من مليار دولار وضخها في مشاريع بإفريقيا. تعرف الجزائر هاته الأيام حالة من الغليان بعدما أقدم الرئيس الجزائري تبون على ضخ ما قدره مليار دولار أمريكي في مشاريع تنموية بإفريقيا عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وهي هيئة حكومية أنشئت في 2020 بينما يرزح الجزائريون تحت وطأة الفقر والأزمات الاجتماعية المتتالية. ومن هذا المنطلق خرج الشيخ علي بن حاج عن صمته منددا بمسلسل الخروقات السياسية التي يقترفها النظام الجزائري بحق شعبه ومدخراته، وقال إن قصة المليار دولار بعيدة كل البعد عن الدعوة الإنسانية أو مد اليد للمساعدة للأشقاء الأفارقة، بل على العكس من ذلك أبواق الجزائر من الواضح أنهم يريدون شراء الزمن بإفريقيا. والشيخ الجزائري علي بالحاج شبه النظام الجزائري مثله مثل نظيره الليبي السابق معمر القذافي، حيث كان يتبرع بأموال الشعب الليبي على هيئة منح حتى يلقب
بملك الملوك، ولتسمية الأشياء بمسمياتها. يتابع بن حاج أن هذه الهدايا التي قدمها النظام الجزائري لدول أفريقيا إنما هي تحت غطاء الرشاوي. ليختم حديثه قائلا: فكيف يعقل حتى البرلمان بغرفته لم يكن على اطلاع بالأمر أو بحيثياته؟ فقط النظام الجزائري يتخذ قرارات في جنح الظلام ويفرضوها على الشعب. وختم حديثه قائلا: كان من الأولى هذا المليار دولار أن يسخر لفائدة الشعب الجزائري. هذه كانت آخر ردود الأفعال حول المليار دولار. الآن المشاريع التنموية التي تكلمت عنها الجزائر سوف نعطي لمحة سريعة عنها. تندوف لزويرات، تابون يورط موريتانيا في مشروع فاشل، تابون يبيع موريتانيا لوهم، فما هي القصة؟ صادق الرئيس الجزائري اليوم على البروتوكول التنفيذي الموقع بين الجزائر وموريتانيا حول التسهيلات والإعفاءات الخاصة بإنجاز الطريق البري بين ولاية تندوف ومدينة الزويرات الموريتانية، الموقع بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر المنصرم من العام الماضي 2022. وحسب وسائل إعلام جزائرية فإن هذا البروتوكول الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية يروم إلى تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الجزائر وموريتانيا لإنجاز الطريق البري، لا سيما تلك المتعلقة بالتسهيلات والإعفاءات التي يلتزم الطرفان بتوفيرها لكافة عمليات إنجاز هذا المشروع الذي يمتد على مسافة 773 كيلومترا. وأضافت نفس المصادر أن هذا البروتوكول يلزم الجزائر وموريتانيا بخلق كافة الشروط التنظيمية والضريبية والإدارية والأمنية الملائمة لإنجاز الطريق وضمان التسهيلات اللازمة لنقل وجمركة وعبور مواد البناء. كما تضمن البروتوكول الجزائري الموريتاني تقديم التسهيلات اللازمة لنقل وجمركة وعبور مواد البناء، لا سيما منها العينات الجيوتقنية والتجهيزات والعتاد والمواد الاستهلاكية التي تستخدم في إنجاز هذا المشروع، بالإضافة للتنسيق في مجال التكوين والتشغيل في ورشات إنجاز الطريق. للإشارة، كانت موريتانيا قد شككت عديد المرات في هذا المشروع المكلف والغير آمن نظرا لطوله وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لبنائه وضمان أمنه في منطقة تعد مرتعا لعصابات شتى أنواع التهريب، غير أن الجزائر تصر على إنشاء هذا المشروع لمنافسة المعبر البري الكركرات الذي يربط موريتانيا بالمغرب ويعد المنفذ الرئيسي لدول القارة الأفريقية نحو المملكة المغربية ودول أوروبا. هذا ما تم الحديث عنه الآن منذ ساعات معدودة. هذا المشروع يعتبر ورطة كبيرة لأنه فاشل قبل أن يبدأ، وما يثبت هذا الأمر تصريحات موريتانيا الأخيرة. الآن من موريتانيا إلى تونس: حقوقي جزائري، لاجئ في تونس يعبر عن خوفه من تسليمه للجزائر ويطلب حماية فرنسا. قال الناشط الحقوقي المعارض زكي حناش في لقاء مع صحيفة لوموند الفرنسية أنه ما يزال يخشى من الاعتقال في تونس على الرغم من حصوله على صفة لاجئ من قبل المفوضية السامية للاجئين، وكشف أنه يقيم بتونس متخفي ويعيش بشعور السيف المسلط في رأسه، مشيرا إلى أنه يواجه بشكل يومي خطر الاعتقال من السلطات التونسية وتسليمه للسلطات الجزائرية حيث يواجه خطر السجن. وروى أنه غير مكان إقامته بتونس أكثر من 11 مرة في الفترة الأخيرة، وهو ينام الليل مع هواجس دائمة بتعرضه للمداهمة والاعتقال، مضيفا أنه يتمنى أن تقبل دولة أوروبية مثل فرنسا ملف اللجوء حتى يتخلص من هذا الكابوس. وبرر طلبه للجوء إلى دول أوروبية وعلى سبيل المثال فرنسا، وذلك خوفا من ألقاء القبض عليه بتونس وتسليمه للجزائر، خاصة بعد أن أصبحت تونس ولاية تابعة للجزائر. هذا ما يحدث بالتفصيل، وهذا يؤكد أن تونس أصبحت ولاية تابعة للجزائر وبشكل رسمي.
الآن لابد أن نسلط الضوء على تصريح هام جدا أتى من خوسيه مانويل الباريس. فماذا جاء فيه؟ الباريس يحذر من صدام بين المغرب وإسبانيا في حالة صعود الحزب الشعبي لسدة الحكم. حذر الباريس من تدهور العلاقة بين المغرب وإسبانيا في حالة صعود الحزب الشعبي لسدة الحكم بسبب عدائه للمغرب. وقال الباريس قبل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن حزب الشعب ينزلق بشكل خطير إلى منعطف مناهض للمغرب في مواقفه السياسية، وهذا خطير. ودافع الوزير بعد استجوابه من قبل السيناتور الشعبي خوان خوسيه امبرودا إنهم يريدون العودة إلى زمن الاشتباكات، إلى زمن بيرجيل، وهذا أمر سلبي للغاية بالنسبة لسبتة ومليلة المحتلتين. وأكد أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس أن وزراء الخارجية الذين تعاقبوا على هذه الحقيبة قد أدركوا دائما أن الحفاظ على علاقة جيدة مع المغرب يمثل أولوية، وهذا ما تفعله الحكومة الآن. وأضاف أن حزب الشعب عاجز وغير قادر على الحكم لأنه سيقودنا إلى صدام مع جارنا بسبب مواقفه المعادية للمغرب والتي لا تخدم مصلحة البلدين، وخاصة أن المغرب يعد شريكا أساسيا في كل المجالات وعلى شتى الأصعدة. ومن جانب آخر أكد الباريس على أنه لم يتم تحديد جدول زمني لفتح الجمارك، وأصر على أن وراء ذلك أشخاص يرون شراكتهم أو عملهم في خطر. وأضاف الباريس مرة أخرى أن هناك قرارا سياسيا تم اتخاذه لافتتاح العمل بالجمارك كما تم الاتفاق عليه بين البلدين. هذا ما تم الحديث عنه الآن منذ ساعات معدودة. الآن لابد أن نسلط الضوء على خبر هام جدا. دولة وازنة تستعد للاعتراف بمغربية الصحراء. كشفت مصادر إعلامية أن دولة وازنة ستعترف بمغربية الصحراء خلال الأسابيع المقبلة، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر حيث تباينت التخمينات بين من توقع بريطانيا ومن قال إنها إسرائيل. وللإشارة، بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء دول عديدة تشجعت و اتخذت ذات القرار. وعلى سبيل المثال ألمانيا، إسبانيا، والآن إن كانت بريطانيا أو إسرائيل فهي ضربة قوية للجبهة الانفصالية وراعيتها الجزائر. وبما أننا ذكرنا إسرائيل، لابد أن نسلط الضوء على أمر هام جدا. الجيش المغربي يتوصل براجمات صواريخ من طراز بيرس. في غضون الأيام المقبلة سيتوصل الجيش المغربي براجمات الصواريخ طراز بيلز، وتصنع هذه الراجمات وفق ما أوردته الصفحة المختصة بأخبار الجيش المغربي فارماروك شركة ألبتس ميدز، وتشكل راجمات الصواريخ طراز بيلز متعددة الأعيرة والمدى والتي تستطيع بلوغ مدى 300 كيلومتر وفق المصدر نفسه، إضافة نوعية لسلاح المدفعية الملكية والقدرات الردعية للمملكة لتعزيز توازن القوى في المنطقة، وهو بديل جيد لنظام هيرمس ويتميز بقدرات نوعية ميدانية وردعية أثبتت كفاءتها على أعلى المستويات. وتابع المصدر ذاته أن هذا النظام يعد أحسن رد على انتشار بعض الصواريخ البالستية في المنطقة، بما يحفظ توازن القوى ويعزز مكانة المغرب كقوة إقليمية وقطب للاستقرار. ولا يسعنا أن نقول إلا تحية كبيرة للجيش المغربي، تحية كبيرة للقوات المسلحة الملكية. وبما أننا فتحنا باب الصدمات، لابد أن نعلن الآن عن خبر مثير جدا. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يستقبل ممثلا عن البوليسارو لكن يقلب الطاولة عليه. استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي مسؤول خارجية الجبهة الانفصالية المزعومة محمد سيداتي بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية بأديس أبابا بعد اختتام أشغال القمة الأفريقية. وأجرى موسى فقي محادثات ثنائية بمعية محمد سيداتي والتي تلخصت في نزاع الصحراء
ومستجداته على ضوء الجهود الأممية المبذولة في سبيل إعادة استئناف العملية السياسية للنزاع بعد تنصل الجبهة الانفصالية من اتفاق وقف اطلاق النار في نوفمبر 2021. وحاول مسؤول خارجية المزعومة للبوليسيرو خلال الاجتماع تقديم صورة خطيرة عن الوضع بالصحراء والترويج لحرب وهمية في سبيل إحراج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي فضلا عن الترويج لأطروحة البوليسيرو من النزاع ومهاجمة المملكة المغربية، ولم تجد أطروحة جبهة البوليسيرو من آذان صاغية لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي أكد أن اجتماعه بمحمد سيداتي ناقش قضية الصحراء والدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأفريقي، وهو الدور المؤطر بحصرية رعاية النزاع من قبل الأمم المتحدة والاكتفاء باختيار المنظمة الأفريقية بآخر مستجداته دون القيام بأي وساطة كما هو منصوص عليه في قرارات قمة نواكشوط، والتي أفضت أيضا لتشكيل آلية ترويكة لم تنعقد منذ إحداثها. ما نتكلم عنه الآن يعتبر الضربة القاضية التي تلقتها البوليسيرو الانفصالية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. الآن من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال. عاجل، بلاغ عاجل من الديوان الملكي، وجاء فيه ما يلي: الديوان الملكي يعلن إصابة الملك محمد السادس بنزلة برد وتأجيل سفره نحو السنغال، حيث أفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس تعرض لنزلة برد، ولهذا السبب فقد أوصى الطبيب الخاص للملك بأخذ فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام. إلى ذلك تأكد عقب هذا البلاغ تأجيل الملك لسفره نحو السنغال، حيث كان مقررا للقاء الرئيس السنغالي ماكي سال وتدشين عدد من المشاريع من تمويل مغربي. ولا يسعنا أن نقول إلا حفظه الله ورعاه ومن عليه بالشفاء العاجل وأدام الله عليه نعمة الصحة والعافية وطول العمر. هذا ما أتى عن الديوان الملكي الآن منذ لحظات، وبالتالي ناصر بوريطة سوف يمثل الملك محمد السادس بهذه الزيارة. حل ناصر بوريطة بالعاصمة السنغالية دكار، ووجد بوريطة باستقباله وزيرة الشؤون الخارجية السنغالية عيستالا تال سال. الوزيرة السنغالية نشرت عبر حسابها على تويتر صور استقبال بوريطة وعلقت بالقول: إنه لمن دواعي سروري أن أرحب هذا المساء بصديقي وأخي ناصر بوريطة الذي جاء في زيارة رسمية إلى السنغال تبدأ من اليوم. نعم، نحن نتكلم عن جولة أفريقية، وعلى ما يبدو هذه الجولة الأفريقية سوف تكون الضربة القاضية للجبهة الانفصالية وراعيتها الجزائر. ولا يسعنا أن نقول إلا تحية كبيرة للدبلوماسية المغربية، ونقولها ونعيدها: الصحراء مغربية إلى نصل الأرض وما عليها. ونقول شكرا لكل حدا وصل معي لنهاية هذا الفيديو، أنتم من تجعلون هذه القناة تزدر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر لك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية: نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنه المغرب. يا سادة ويكسنا كل حبك. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام: أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.